وتتدرج طرق العلاج حتى نصل الى الطريق الجراحي وهو اخر الطرق وليس اولها. وهو الطريق وان كان اخر الطرق لكن هو الوسيله اللي خلتنا دلوقتي بنتكلم بكل ثقه ونقول ان احنا نجحنا بنسبه 100% في علاج الضعف الجنسي. واتمنى ان احنا نفرد لهذا الموضوع كتير من وقتنا بانه يستحق. الموضوع الجراحي اللي هو الدعامات. بالظبط كده. الدعامات انهت فكره القدره الجنسيه المنخفضه او الضعف الجنسي تماما. تماما. ايه بقى ايه بدات الدعامات؟ ايه التطور اللي وصلت له دلوقتي؟ في البدايه اول ما ظهرت الدعامات احنا نفخر كمصريين ان احنا نقول اول من زرع دعامه في العالم كان الطبيب المصري استاذ في القصر العيني اسمه دكتور جمال البحيري. وكان اول من زرع دعامه وكان كان في العضو الذكري وده الكلام ده مذكور ومنشور في المجلات والدوريات العلميه. وبالتالي احنا سباقين في هذا المجال. لكن وقت ما ظهرت الدعامه الكلام ده كان سنه 1960 تحديدا. وكانت الدعامه لسه كبدايه ليس لها التطور الموجود حاليا. كانت دعامه برضو ما زالت صلبه، ما زلنا برضو كتير من المشاكل ظهرت لها خلتنا ما بداناش ناخدها كوسيله علاج وسرعان ما اختفت الفكره واندثرت لوقت من الزمن. حتى بدا عندنا بريق من الامل بظهور العلاج بالادويه سنه 1998 تحديدا بظهور ادويه زي الفياجرا والسيرس وما شابه. بدأنا نرجع تاني بالذاكرة نقول الله احنا عندنا كان وسيلة قديمة وبدأت الشركات تطور في إنتاجها حتى تخلصت من كل العيوب التي كانت تؤدي إلى فشل الدعامة كوسيلة علاج. النهاردة بقت الدعامة اللي كانت شبه الصلبة واستعنا عنها بدعامة الهيدروليك اللي هي بتتنفخ ببالون معين حلت محلها لفترة من الزمن. تخليني بس ده النوع اللي في الصورة ده اسمه الدعامة شبه الصلبة. ده اول دعامه ظهرت وكانت طبعا صلبه لدرجه ان كان المريض اجتماعيا كان بيخاف يمشي في المجتمع لان مش معقول هيمشي كده منتصب على طول طول الوقت وكان طريق تنيها فيه صعوبه فكنا بنعزف عنها الى النوع الاخر اللي هيظهر في الصوره دلوقتي اللي هو بيحقق لي حاجه اشبه او اقرب ما يكون الى الطبيعه انا بفضيها وقت ما اكون مش عايزها وبنفخها وقت ما اكون محتاجها الى اخره. لكن لما ظهرت لها الكثير من المشاكل هذا النوع الثاني بدانا نرجع تاني ونطور في الدعامه الاولى حتى اصبحت هي رقم واحد في الاستخدام دلوقتي لانها بتدوم مدى الحياه اللي هي الدعامه شبه الصلبه لانها بتحل المشكله جذريا واصبح حته انها تتني وتتفرد ده شيء عادي بدون اي مشكله. ده بدايه ظهور الدعامات وتطورها. الصوره اللي قدامنا بتبين لي كتير من الناس لما يسمع ان انا هركب دعامه شبه صلبه يعني العضو هيبقى منتصب طول العمر يخاف يقول الله ازاي وهمشي ازاي. لو بصينا في الرسمه اللي قدامنا هنلاقي الرسمه اللي على ايدي اليمين بتبين الدعامه اللي هي باللون اللبني والعضو منتصب. طبعا كلنا هنتخيل ان انا همشي كده في الشارع وفي شغلي الى اخره وده حاجه غير ادميه وهتعزلني عن المجتمع. لكن لو بصينا على الصوره الثانيه اللي على ايدينا الشمال هنلاقي ان العضو الذكري يبان للشايف قدامه ان ده مرتخي. لكن الحقيقه لا ده عضو منتصب مش مرتخي. لكن الفرق الوحيد هو ان انا تنيت هذه الدعامه بايديا واصبحت اقدر اداريها واخفيها وقت ما اكون مش محتاجها. عايز اظهرها برجع الصوره ناحيه اليوم برضه برياء. فاحنا دلوقتي حته الحرج الاجتماعي خلاص ما بقاش موجود مع الدعامه شبه الصلبه كعلاج لموضوع الضعف الجنسي.